التواصل يستمر ويسير على بركة الله وتوفيقه. شوط جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطنا الثاني عشر، يضم نخبة من فئة الجعدان إلى المقدمة وإلى المركز الأول، وهنا مروح محمد بن راشد بالضبعة الاختبي يتقدم إلى المركز الأول، بينما شاهين عبد الله بن حميد بن حارب المهيري يتقدم إلى المركز الثاني، بينما الوصول على المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الثالث وتابع هنا الشاعر مهنا بن سالم بن محمد الساعدي، بينما في المركز الرابع يأتي هنا الدنقلاوي ظافر بن مسعود بن هادي الإحبابي، بينما في المركز الخامس غزران لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي. هذه هي النتيجة والنداء للمراكز الأولى المتقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول والبداية الأولى. هذا هو مروح محمد بن راشد بالضبعة الاكتبي مسيطرًا الآن، مسيطرًا على مقدمة الشوط، لكن شوف للي غير، شوف للي غير، هذا شاهين عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، بن حارب المهيري غير وراح إلى الفوز، راح إلى الانتصار ما شاء الله وتبارك الله على هذا الانطلاق اللي يقدمه في صدارة هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. والنقطة الثانية تنحسب لهذا الشعار في صباح هذا اليوم، لكن راغب 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 اللي قادم الشاعر مهنا بن سالم بن محمد الساعدي، ولكن خلاص للمرة الثانية يضيف هذا الفوز شاهين عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. المركز الثاني وصل اللي هو الشاعر مهنا بن سالم الساعدي، وفي المركز الثالث كان الوصول من الدنقلاوي لظافر بن مسعود بن عادل الاحبابي. التوقيت الزمني 2:10 ثواني، تهانينا ونموس للجميع.